من بعد المجلس الجزائري اللي تأسس صاحب جلالة واللي كان فيه يعني واحد مشروع قانون إطار ديال إصلاح ديال الصحة. اليوم كان جيو ديال التنفيذ ديال البرنامج ديال تعزيز الموارد البشرية، لأننا لي ريسورس هيومان الموارد البشرية هي من الأولوية. خاصنا واحد العدد ديال الأطباء باش يمكن لنا نواكبوا هذا الإصلاح الكبير ديال صاحب جلالة ديال الحماية الاجتماعية. كاين خصائص كبير، دونك خصنا نمشيو حتى ندوبليو تقريبا لا كاباسيتي اللي كنفورميو كل سنه، وهذا الشيء غادي نبداو نطلعو كل سنه. تعملنا 3 مليار ديال الدرهم سنويا باش زايده باش هير ندوزو من هذه المرحله ديال التعليم اللي كاينه اليوم لهذاك المستوى اللي بغينا ان شاء الله في 2025 خصها تكون يعني نوصلوا لذاك الشيء اللي بغات المنظمات الصحيه العالميه، وفي 2030 نوصلوا النموذج ديال التنموي التنموي اللي بغات بلادنا. اذا هو مشروع فيه استثمارات، كليات جديده، يعني دي سونتر دي سي اش جداد اللي غادي يكونوا في بعض المناطق اللي ما بعض الجهات اللي ما فيهمش، وكذلك غادي يكون واحد لو ريكروتمون ديال هاد الناس اللي غادي يواكبوا هاد الموارد البشريه. كاين 4000 ريكروتمون بين المدارس ديال لي زانفيرمي ولا يعني الجامعات اللي غادي يكونوا الطلبه ديالنا واللي غادي يكونوا على 10 سنين. اذا امكانيات اللي غادي توجد الدوله والحضور كذلك اليوم ديال الساده العمداء ديال لي فاكولتي دو ميديسين ولا رؤساء الجامعات انهم باش يتقاسموا معنا هذا المشروع الملكي الكبير، ونبداو ننزلوه في الميدان وننزلوه كذلك اعطينا امكانيات باش يكونوا لي تيران دو ستاج ان شاء الله موجودين للطلبه باش يقدروا يديروا لي ستاج ديالهم بما فيه الكفايه.